بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بشكر أخواننا السلف الصالح في إتاحة الفرصة. أنا سؤالي تقريبا سؤالين. أنت قلت السلف الصالح بيرجعوا للقرآن والسنة على فهم الصحابة. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فأين أنتم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ما زال، أو الحديث القدسي الذي جاء على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. طيب الكاف دي بتاعت سنو في الحديث الأول، علماء أمتي كأنبياء. إذا كان سيدنا اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام كان بيحيي الموتى، لكن كيف؟ بإذن الله ولا ما كده؟ طيب ممكن يكون لأنه قال علماء أمتي كأنبياء، ممكن يكون في عبد من عباد الله الآن يكون قائد بيناتنا بإذن الله يفعل شيء. مثلا إذا قال للشجرة هذه اذهبي تذهب، لكن بإذن من؟ بإذن الله. مش الشيخ كباش، أنا ما صوفي ولست بسلفي، بل أنا مسلم يعني اتبع الكتاب والسنة. والثاني أنت قلت على فهم الصحابة للقرآن الكريم والسنة النبوية. طيب وين المرونة بتاعتكم؟ مثلا فهم الصحابة القرآن صلاحيته لكل زمان ومكان تكمن في إيه؟ إذا كان على نفسي فهم الصحابة، الصحابة لهم زمانهم وعاداتهم. مثلا الله سبحانه وتعالى بيقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الصوم، من كان منكم مريضا أو على سفر. مثلا فهم الصحابة في ذات الزمان، لأنه أدوات التنقل اللي هي شنو؟ الدواب. طيب الآن نحن عندنا طيران بسرعة الضوء بسرعة البرق، أين أنتم؟ أنتم يعني مثلا أنا ماسي من هنا من كسل اللي قربة كلها كم كيلو وسفر، يعني حتقول لي نفس الفهم. مثلا حكم المرأة المطلقة 4 قروء، للحكمة شنو مثلا من هذه القاية؟ شنو العلماء في ذات الزمن قالوا؟ استبراء الرحم حتى لا يكون هناك أثرا للزوج السابق، مثلا اللي هي 4 قروء مش إذا صح القول، أنا واثق لكن حسب فهمي 4 قروء لاستبراء الرحم. طيب الآن وعلم الإنسان ما لم يعلم، الآن في علماء توسلوا، ربنا هو الأدام العلم ده، توسلوا إنه الآن ممكن تجامع زوجتك ويحدد هل سيؤثر هذا القاذف الذي قذف، أو هل في تخصيب للبويضة التي هي برحم هذه المرأة أم لا. يعني ممكن أنا أطلق زوجتي الآن وتمشي لطبيب يكشف عليها إنه هل في أثر لي في رحمها أم لا. لو ما في أثر تمشي تتزوج طوالي، المشكلة وين؟ طيب أين أنتم من هذا؟ وين المرونة بتاعت الدين؟ Thank you. طيب الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن هنا في جامعة، معلش يعني ما دارين كوارك، انتوا لو ما عارفين أدب المنبر والنقاش يعني عليك الله ما تكوركوا لنا هنا، ما أسلوب علمي يعني، هو ما جاب معلومة جديدة، كلامه ده سمعناه بدري، ما دارين كوارك. ولا نحن ما قلنا ما قادرين نرد عليه، معلش لو قول قعدنا نرجف، معلش تكوركوا وتصفقوا، فهمت؟ ده ما محل صفك، ما في مخترع علمي لقيناه بيصفقوا له وو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 
صفقوا ليه هنا؟ صفقوا ليه هنا؟ خليهم خليهم يا يعني احنا ما عارفين ديل مويتهم شنو، فهمت؟ ما عندهم حاجه النازل. ها كويس؟ النازل احنا عارفين مويتهم شنو، ما تشتغل بهم، ما احنا عارفين كويس؟ اصل الجامعات دي هنا دي سمه يا اخونا، انت يعني انت لانك عارف المعلومه دي وغايب على كثير من الناس، دي اسمها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، فهمت؟ هنا الشغلانيه ما هي شغلانيه بتاعت هرجله وكواريك والألفة، ده شغل هناك في الأساس، مش عملوه هناك ولا مش عملوه في حفلة بعيد، لكن هنا علم. أما مسألة أبدلك بآخر مسألة قلتها أنت، يعني دار توري إنه القرآن، شوف في البداية دار يزمنا نحن، لكن في النهاية بقى يطعم في القرآن، وذاته ما حافظه أربعة قروء
ده قرآن منو سيل فاكر ولا منو؟ فهمت؟ ما تكورك من برا، ما تكورك من برا، فهمت؟ أربع قرود جات فيها آية، جيب مصحف أمرق لي أربع قرود. أول مسألة تمرق لي نحن هنا في علم، طيب كويس؟ بنجي راجع إلا لازل بنرجع بها. لكن أنا ما بخليه، لأنه إنسان جاهل. أنت دار تطعن في الصحابة وتطعن في الأئمة الأربعة وتطعن في الأمة الإسلامية كلها، تطعن في الأمة الإسلامية كلها، وداريني أخليك؟ ما بخليك. ده شغل بتاع حق شديد، فهمت؟ أنت تخش ساكت فوتوا يا خالق الله، فهمت؟ أنتوا قايلين جبتوا حاجة، لسه أنا ما رديت، أنتوا قال لك أنا جاري من الأزلة دي، كلها برد على إن شاء الله، فهمت؟ طيب، أما مسألة الاستبراء وما الاستبراء، منو قال لك أنت طوالي قال كده وتاني يوم أطلقها؟ كذاب، عشان ننزل معاك تحت الحيوان المنوي بيقعد ثلاثة يوم حتى يموت، أنت اللي عرفك، وجا عارف ليه معلومتين دار يجي يكورك بها، أنت اللي عرفك، ما بتعرف حاجة أنت، فهمت؟ أما الاستبراء اللي بيتكلموا عنه ما استبراء بتاع حيوانات منوية وقصف وكده، ده استبراء بتاع جينات. الآن أمشي شوف البحوث اللي بتمرق من الأمريكان وغيرهم في مسألة استبراء الأرحام وأحكام الأسرة التي أخذت من الكتاب والسنة وماذا قالت فيها الدراسات الأمريكية الكافرة. كويس؟ ثلاثة قروء استبراء للرحم، لأن أخواننا الجينات اللي بتقعد من الراجل لما يقذف في المرأة دار لها فترة على الأقل ثلاثة حيض حتى يطهر هذا الرحم، فهمت؟ لأنه الحيوان المنوي بيتعلق بالرحم، وده موضوع طويل انت ما بتعرفه، فهمت؟ دار يجي يبطل لي آية بنجرة جديدة، لا والله صعب، لكن بنجرة بس قلت أزال هاي انت دار تجي تبطل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بنجرة تكدي قال. وكمان دار يعمل فوق الود علم، يعني وين واسي العلم جبته؟ العلم جبته وينه؟ ده شغل بتاع جينات، ما هو شغلاني غصف وما تتأدب ذاتها. أسي ده أسلوب؟ تتكلم كده ده أسلوب؟ طيب طيب، قال علماء أمتي كان بيا بني إسرائيل، حديث ضعيف، جيب المصدر. هنا جامعة منا خليك ساي، انت قال بتنجر ساكت، انت قال ركن كيزان، حديث ضعيف. الرواه منو؟ حديث ده رواه منو؟ بديك فرصة توريني الرواه منو وتمرق برا، وتاني بفتح لك فرصة. اي ما خليه، جزاك الله خير. انا الان بتحداك الان تمرق لي الحديث ده رواه منو، مش يكون اخوانا مش هو الكلام بحديث صحيحة ولا نجري ساكن. يلا الان تعال اثبت لي الحديث، بعد تثبت الحديث تاني انا بديك فرصة، بس الفرصة ليش يا اخوانا؟ لاثبات صحة الحديث. اتفضل اثبت لي صحة الحديث. اي ما بتقدر، ما ده شغل لا، بس تجاوب على مسألة واحدة، لا الكوارك ما بتنفع. اي زول بكوارك بنفتح لك فرصة، ما تكوارك من برا، بس تجاوب على السؤال وتمرق برا. الحديث ده رواه منو؟ شفتها زنك شديد، اصو شفتها ما بنديك فرصة تمرق. كويس، ما بنديك فرصة. الرواه منو يا زول؟ هاي انت لو ما عارف المنابر انا بفهمك. لا يا اخواننا، عندنا نحن في الجامعات دي، عند كل التنظيمات وعند كل الناس، انت لو دار تناقش مسألة معينة بنفتح لك فرصة. الفرصة دي فتحناها لك، بتجي ترد على السؤال وبتمرق برا. بعد ذاك تاني لو عندك تعقيب على كلامي انا بفتح لك فرصة زيادة، صح ولا ما صح؟ ده العرف السائد في الجامعات. انت جاي ناطي من وين؟ انا احنا السؤال اللي سألنا لك انت قلت اللي استدلت به علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ده الرواو منو؟ سؤال ده صعب، أدي خيارات؟ سؤال صعب؟ السؤال ده صعب؟ دار إنجر ساكت يتقول على الكتاب والسنة من غير علم، ودارنا نخليك يا أخوانا ده الجهل، ودي المصائب اللي عكرت مزاجنا نحن، فهمت؟ أنت زول جاهل دار تتكلم في الدين ساكت، فهمت؟ وأي زول معترض على الكلام ده يخش هنا. انت الان جبت سؤال انا جاوبت لك عليه بتاع استبراء الرحم، نحن الان بنزلك الحديث ده رواه منه، فهمت؟ ما بتقدر تجاب، ده حديث منجور ضعيف ساكت. واذا بطل صحة الحديث معناه شبهة كلها بطلت، تاني خلاص موضوع انتهى. بعدين قام استدل بقصة عيسى عليه السلام، قال عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله. يعني شوفوا يا اخواننا، الزول ده دار يثبت شنو الان؟ الزول ده متحدث ده كويس، دار يثبت شنو؟ دار يثبت
انه غير الله بيخلق. الزول ده انت قالوا بيتكلم عن شنو؟ انه غير الله الاولياء بيخلقوا، وربنا قال سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر. يا القران كذاب، يا الودة كذاب، الكذاب منو فيهم؟ ها؟ طيب اما مساله عيسى ابن مريم ما تكورك من بره يا زول، داير فرصه بدخلك ما تكورك، فهمت؟ اما مساله عيسى ابن مريم يحيي الموتى باذن الله، باذن الله يعني بوحي الله، ووحي الله انقطع، وحي الله انقطع. لو انت تاني اوحي لك بقيت رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا قال ما كان محمد ابا احد من انبيائكم ولكن رسول الله وشنو؟ ها؟ وخاتم النبيين، النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ خاتم الرسل. فما في زول بيقدر يقول انا بحي الموتى باذن الله، لانه اذن الله الفي الايه معناه وحي الله، وحي الله انقطع. انت بتنجر ساي يا ولد؟ الناس يا اخواننا بتنجر ساي، قالين البلد هملا ساي، وانت قال انت قال البلد هملا؟ نحن بننجمك، شفت اي مساله تذكره بنرجعك بادله، فهمت؟ ونناقشك في مزالتك، ما هو شغلانيه بتاعت نجر ساكن، امشوا للجبهجيه بغادي امشوا ناقشوهم، لكن هنا ده منبر علمي ما بتقدر تناقش. طيب قال الصحابه ليهم زمانهم وعاداتهم، وانتوا كده ما بتنفعوا. طيب انت داير تجيني بياتوا منهج، منهج العلمانيه ده ما كلام علمانيين ولا شعبيين، عرفتها؟ داير تجيني بالعلمانيه، العلمانيه ما زمان نجر منو؟ نجر ناس كوبرنيكس، فهمت؟ وناس مونتوسكيو ومنو الجماعه دي في القرون الوسطى، دار تجي تحييهم لي ثاني؟ ده دار يجي يقول لكم يا اخواننا انه القران بتاعكم ده الصلاحيه بتاعته انتهت مع زمن الصحابه، الليله القران ما بينفع. ده كلامه كده، فهمت؟ ولذلك يا اخواننا ده من الضلال الكبير. كلام ربنا سبحانه وتعالى ده ليوم القيامه ماشي، ليوم القيامه ماشي، جوا عينك. القران كلام الله سبحانه وتعالى فيه من العلم، وفيه من الوحي، وفيه من الآيات العظيمة ما يجعل حتى الكفار ذاتهم قاعدين يقتنعوا به. يا أخي واحد مؤلف كتاب اسمه العظماء 100، ده واحد أمريكي، أول زول بدأ به هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة دي الناس مسلمين بيطعنوا في دين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولو كان محمد موجود قال لحل مشاكل العالم، وهو يضع رجل على أخرى وهو يحتسي القهوة. يجي ده يطعن في دينه؟ تجي انت تطعن في دينه نخليك؟ والله ما نخليك. او انت تقول لي ما تتأدب وانت قاعد تطعن في القران، اتأدب مع منو؟ ها؟ ده شغل بتاع لعب. معلش يا اخواننا زمن الصلاجه، نحن نمشي نصلي ونجي. والود لو عنده ناس اكبر منه، عندهم شبه اكبر منهم، اللي ضرب لهم، انتوا بتلعبوا في الترج مستوى ليك ساكت، جيبوا الجماعه الكبار. نحن نمشي نصلي ونجي راجعين. لا اي زول عنده شبهه نجي بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ونوالاه. نواصل إن شاء الله في الرد على ما ذكر هذا المتحدث من الكفريات. أنا من أعجب ما سمعت ما قال هذا المتحدث قبل الصلاة. معلش أنا بس كنت دار استعجل في الرد عليه عشان نلحق الصلاة، لكن أنا أقف معاه وقفات. وبعض أخواننا قال لي زول ده تبع الترابي البليد، وانا لو عارفه كده ما كان ناقشته في ديل ذاته، لانه الترابي لا بيؤمن بقران، لا بيؤمن بسنه، لا بيؤمن بالرسول ولا اي حاجه، عرفت؟ عنده راي في الدين، عنده راي في الرسول، عنده راي في اي حاجه الترابي. طيب قال المساله الداري اصل لها في مساله المطلقه، معلش نقف معاه وبعد ذاك نرجع. قال انه يا اخواننا يجوز للانسان ان يطلق المرأة وإن كان جامعها في اليوم التالي، يعني ما في حاجة اسمها استبراء، وما في حاجة اسمها المرأة تمكث ثلاثة قروء وتمكث فترة حتى يستبرئ رحمها. وده يا أخواننا فيه من المفاسد التي جاءت الشريعة بضدها، أن هذا من الأمور الذي يخلط الأنساب، لأنه معلوم أن الإنسان إذا طلق امرأته في غير الطهر أو في طهر جامعها فيه، إن أخواننا قد يكون في رحمها من المخلوقات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى، يكون في بني آدم كويس، فيربي الذي تزوجها ثانيا من ليس بولده كويس، وبذلك تختلط الأنساب. عشان كده أخواننا في دول الكفر
الذين ليست المرأة عندها عدة بتاع الطلاق بيكون الواحد الجينات بتاعة أولاده مختلطة، يكون عنده شبه من الأول والثاني والثالث. أما الإسلام فجاء بتنظيم هذه العلاقة، ده أخواننا ذاته من إكرام المرأة أن تمكث المرأة فترة تستبرأ فيها من زوجها الأول، كويس؟ فده زول داري يجي يطعن في هذه المسألة وقال إحنا بنمشي الطب الحديث، والطب الحديث بيفحص، أنت زول بليد، الطب الحديث بيعمل عملية غسيل ومنه ذاته بيقبل يدخل عملية زي دي، والعملية طبعا عملية شاقة جدا، لكن ده زول شغلان انتو كلها مكملة خلط، داري يجي ينجر كمان في القرآن، كمان داري ينجر في القرآن، فهمت؟ طيب المسألة الثانية قال مسألة السفر، انه الآن في وسائل مريحة جدا، شوف مهما كانت الوسائل مريحة، وقام قال في سرعة الضوء، الشعبية المعه وصلحته، قالت له في سرعة البرق في طيارة لقتهم بسرعة البرق ولا الضوء في طين يا اخواننا، في زول بيسافر من هنا طيارة فيها يكون 200 نفر ولا 300 نفر بيمشوا بسرعة الضوء، ما بتكتل الأمة دي كلها بتفرتق الطيارة، شوف البلادة دي على كل كويس، نجرة ذاتها نجرة غريبة، عرفتها؟ فمهما تطور الناس وصارت سبل السفر مريحة يا اخواننا دي رخصة من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه، عرفت؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى أو كما يكره أن تؤتى معاصيه، زي ما ربنا بيكره لك إنك ما تعصيه، ربنا سبحانه وتعالى يحب السفر، أي حاجة اسمها سفر، ماشي بطيارة، مكندش، غيره. أنا لو ماشي السعودية، لو ماشي القضارف، لو ماشي سنار، مش اسمه سفر، أنا ماشي بعربية دي اكس ار آخر موديل ومكيف وأي حاجة، وماشي من بين السحور وبحصل الساعة 10 صباحا، برضو بيجوز لك تفطر، ما فيه إشكال، وينه هنا الإشكال؟ بعد ذاك لما ننتهي رمضان تجيب يوم بدل والموضوع انتهى، هذا من يسر الشريعة، ربنا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهمت؟ لكن اللي بيفهم ده منه؟ زول لا فاهم آية لا فاهم حديث، قال صار أربعة قروء، أنت تدخل قروء من راسك، فهمت؟ يا ناس الناس بتنجر دار تزيد في القرآن برضو أنت، ودايرنا نخليك، والله ما نخليك، فهمت؟ طيب مسألة قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والشبهة دي رد على ابن حجر في فتح الباري، والحديث هو ما فهم ولا حافظ ذاته، حديث أبو هريرة حديث قدسي، وهذا الحديث في شأن الأولياء، وكما قال ابن رجب الحنبلي هذا أشرف حديث في شأن الأولياء، احنا ما بننكر انه الله عنده أولياء، لكن الأولياء ما بسودين، ده داري يقول لك قال ممكن يا أخواننا يكون قاعد زول بيناتنا بإذن الله يحيي الموتى، فهمت؟ وانت يا تبقى صوفي عديل راسك عديل عشان نرد عليك، ولا تبقى شيوعي عديل، ولا تبقى شعبي عديل عشان نرد عليك، شنو تقعد تتلولو وتلف وتدور عشان خلينا نجي نفضح قدام الناس، فهمت؟ فالحديث ده أخواننا من بدايته النبي عليه الصلاة والسلام بدايته شنو؟ لا بداية الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وده بس مسك في النص ولا مسك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والجملة دي ذاتها فيها رد، ربنا قال وما يزال شنو؟ عبدي، عرفت؟ عبدي دي فيها يا متكلم، وأضاف ربنا العبد إليه عشان تعرف إنه ما زال على العبودية وإنه ما بيقدر يحيي الموتى، الموتى لا يحييهم إلا الله سبحانه وتعالى، ودي معجزة حقت أنبياء، ومعجزات الأنبياء لا يمكن أن يأتي بمثلها أحد من الناس، ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا جاءتهم آية يعني معجزة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ربنا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، فهمت؟ فمعجزات الأنبياء ما في بني آدم بيقدر يجيبه وإن بقى منه ذاك، ولذلك
الزول ده داري يصل لكلام البرعي. البرعي عنده كرامة في كتاب اسمه ليك سلام منه، شيخ الزريبة ده، قال من كرامات أبو الشيخ قال ولي اسمه تتى الفلاتي. ونحن ما عندنا مشكلة في جنس من الأجناس ولا لون من الألوان، ما عندنا مشكلة في الموضوع ده، لكن مشكلتنا في الدين، فهمت؟ فقال وكان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار. قال ومن كراماته أنه قال جاء أن امرأته طلبت منه خادما تخدمها. مرته قالت لي جيب لي خدامة. لغاية هنا ما في إشكال، لو مشى المكاتب بتاعت الشرطة قال لهم يا أخوانا دار لي إذن أجيب لي واحدة من دولة بالجوار تخدمني في البيت، ما أفضل بيزال. لكن قال فقال للمريد خذ معك فأسا وثوبا، جيب معك فأس وثوب. هل ده زي عيسى ابن مريم؟ يا الودة الدار تصل للموضوع ده، فهمت؟ قال فأخذ فأسا وثوبا، قال اذهب بنا، قال ثم ذهب بنا إلى شجر هناك. ده كلام البرعي في كتاب اسمه ليك سلام مني، صفحة 41 ل 44. قال فأمرني أن أقف عند شجرة وأن أقطع عودا على قدر قامة الإنسان، أقطع لي عود قدر البني آدم. قال ثم أمرني أن أغطيه بالثوب ساترا به. قال ثم أخذ سبحته وجعل يذكر الله بهمة عالية، ثم قال بخيتة بخيتة بخيتة، فقالت نعم سيدي، فأخذتها إلى امرأته فخدمتها زمانا ثم توفيت رضي الله عنه. البرعي قال كده، كلام ده كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من شنو؟ من علق. والبرعي قال من شجر، وده دار يأصل كلام البرعي. ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. البرعي قال من شجرة خلقه فقدره، والله قال من نطفة خلقه فقدره، فهمت؟ ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ربنا قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون. إلى الآن إننا زي النوعية شفتوا قبل الصلاة ده، بيقول إنه الأولياء بيخلقوا مع الله وداري يجيب له شبهات، زول ذاته ما حافظ كويس 4 قروء. يا زول انت قالوا كاس العالم ده قرآن انت بليد ولا شنو، فهمت؟ فده العطالة ساي ما عندهم موضوع، جايب له بالتاني صفي. قال له انت قال بالصفقة بتغنعنا. انا اكتر حاجة محيراني انه قال بالصفقة داري يغنعنا، وبالصفقة داري يبطل الأدلة اللي انا بجيبها من القرآن، زي حال المشركين. ربنا سبحانه وتعالى قال عن حالهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال العلماء مكاء وتصدية إلا صفيرا وتصفيقا، بالصفقة التعبانة بتاعته وجاي يستنصر بالبنوت بتاعينه ديل، ده يجي يغنعنا نحن بآيات وأحاديث. أنا جاي بأدلة صواقع من القرآن تغنعني أنت ببنوتك الجاي من ديل، فهمت؟ ده زول ما بيفهم. طيب في تعقيب حيعقب عليه أخونا محي الدين، لكن يعني اسمحوا لنا انه نفتح فرصة بعد ذاك، اذا ما فرصة انا وافتح الفرصة لاخونا محي الدين لو في زول عنده سؤال او استفسار. ما قلنا له بعد الصلاة ما شوينا الودة، ها فرصة مفتوحة. كويس تفضل. في الاعتكاف في المعتكف النبي عليه الصلاة والسلام قدمه عشان ترجع لبيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ماكث ومعتكف في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام واقف مع زوجته صفية، فجاءوا 2 من الصحابة رضوان الله عليه، فلما رأى أو رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، مشوا مسرعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلكما بالراحة، إنها صفية يعني زوجتي صفية. ليه؟ لأن الخلوة بالمرأة ما بالجزء، فما ممكن يكون رسول الله خالي بامرأة أجنبية. عشان كده عشان ما يعتقدوا إنه الرسول خالي بامرأة أجنبية قال لهم إنها صفية. والعلماء قالوا في هذا الحديث دليل على إنه الإنسان ينفي التهمة عن نفسه. قال فقال له سبحان الله يا رسول الله، يعني ما ممكن نظن بك سوء يا رسول الله. قال إني خفت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال سوءا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فحقيقة الشيطان وكيف يجري هذا علمه عند الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث شنو لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء
للذين لا يؤمنون. لكن البهم الإنسان مش إنه الشيطان بيجري منه أو غيره، المهم من الإنسان إنه يتحصن من الشيطان بالمعتقد الصحيح. يعني لو اعتقدت زي عقاد الود الفكاسي دي، وده ذاته شيطان، خليك من الشيطان يلبسه، هو ذاته شيطان. الدليل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ربنا قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وشنو والناس. زي البني آدم ده. فأول حاجة بالعقيدة الصحيحة، الشيء الثاني بالمحافظة على الفرائض، الشيء الثالث بالمحافظة على الأذكار المشروعة وقراءة القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يجنب الإنسان من الشيطان. طيب الزول لو يتلبس شيطان يعمل شنو؟ لو يتلبس شيطان يقرأ القرآن، يقرأ عليه سورة البقرة وسورة الكهف وإلى سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآية الكرسي إذا ما قدر وغيره وسورة الفاتحة والتعويذات الجات في الكتاب والسنة، الإنسان يحافظ عليه ما يهمل فوقه، لأنه المجرمين كتار. فالإنسان يعني يحصن نفسه بالأذكار الواردة على الكتاب والسنة، وما يقوم يربط له حجاب أو تميمة، ليه تميمة؟ لأن أخواننا ده شرك بالله. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه 9 رهط، حديث صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: فبايع 9 وأمسك عن 1. 10 دارين يخشوا الإسلام، بايع 9 أنفار، 1 ما بايعوا. فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا، ليه يعني؟ قال: إن عليه تميمة، تميمة يعني الحجاب. قال فقطعه الرجل، وكنت عرف إنه ما حيخش الإسلام إلا يقطع التميمة دي، قام قطعه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. ما بجوز يا أخواننا تعليق التمائم. في ناس يقول لك دي من العين، وفي ناس يقول لك دي من الحرامية، وفي ناس يقولوا دي بتاعت قراية، عرفتها؟ وده النوعية الخشة تسي دي بيكون عندها واحد بتاع قراية، بتلقاه وطيش في الدفعة جاب له معلومات غلط، فهمت؟ ودار يجي يغنعنا بمعلومة غلط، هي غلط ودار يغنعنا بها كده، يغنع بها والبنوتة تجمع عقدين تبع داك تاني تعال اغنعنا. تفضل يا محدي، في سؤال؟ الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالنسبة لهذا الشاب الذي يعني دخل وأراد أن يهدم الدين، وزي ما ذكروا لنا الإخوة إنه هو من أتباع الترابي، وطبعا طالما هو من أتباع الترابي فما في غرابة إنه يجي يتكلم كلام زي ده، لأنه هذه هي تربية الترابي، تربية بتاعت سوربون، وتربية بتاعت إحكام العقل قبل النصوص من القرآن والسنة، وتربية على الطعن في دين الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلة. تباري الترابي بتبقى زي الودة. طيب بالنسبة للمسألة بتاعت إنه دار يخلي المرأة المطلقة ما تقعد في العدة، وطبعا داير كده، داير يخلي المرأة المطلقة ما تقعد في العدة، قال نسوقنا وديها الفحص إذا بقى ما في حاجة طوالي عريسة زول طوالي في نفس الوقت، ممكن تاني يوم طوالي زي ما هو قال. انت عارف بكلامه ده، أول حاجة عدة ما فيش، عدة ما فيش، ورجعة ذاتها ما فيش. يا أخوانا مش في حاجة اسمها رجعة، المطلقة دي بترجع ولا ما بترجع؟ بترجع. الطلقة الأولى بترجع، الطلقة الثانية بترجع، بعد الثالثة ما بترجع حتى تنكح زوجا غيره. الود ده بكلامه ده دار يخلي إنه المطلقة ما بترجع ذاته، يعني أنت لو طلقتها الليلة هو ساقة مشى فحصيها ما لقى حاجة، بكرة طوالي يعرسها، طيب أنت دار ترجعها متين يعني؟ وربنا شوف، ربنا لما ذكر الآية دي في سورة البقرة، الآية اللي هو ما قدر يجيبها، قال 4، قال ما قدر يجيبها، ربنا قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. بعد يا ربنا قال شنو؟
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يا أخي الله قال بعلها يعني الزوج بتاعها ممكن يرجعها في العدة. الزول ده ما داري قاعد عدة ذاته، أنت تطلقها بجاي أنت مش بس قبل ما تحك راسك تجي راجع يقول لك عرسوها. خلنا ده دين وين ده؟ ده ياتو دين ده. هو ذاته الكلام ده شوف لما نيجي يطبقه في الواقع هو ما بيرضاو. هل الكلام ده الآن بيرضاو لأخته في البيت إذا طلقت بيرضى إنه يجي طوالي زول تاني عرسها تاني يوم؟ ما بيرضاو. ودار يطعن في الآية بتاعت دار يضرب لك في فهم السلف وفي فهم الصحابة، قال لك إنه زمان السفر كان بيختلف وهسي ما تعرف طيارات وغيره. هو ذات الودة إذا سافر لو كان بيصوم أصله، لأنه تبع للترابي ما ظنيت يكون بيصوم. لو كان بيصوم هو ذاته لو سافر لو مشى مدني بيجي والله بيأكل. لو قلت له ما أكل مالك يقول لك أو على سفر. أو أنت ما قلت على سفر دي هسي ما بتنفع، لأنه زمان كان بيسافر بالدواب وهسي بالطيارات. لكن ده شغل بتاع النجرة ساي زي ما قال لك أخونا شاب عجبته صفق البنات. في ناس أنت عارف الصفقة بتعجبهم، يخش هنا بيتين ثلاثة يصفقوا له يطير فوق يتنفخ يجي تاني عشان يطعن في الدين. أو يا زول البنات ما يخلوك تضيع دينك وتطعن في دين الله تبارك وتعالى. وبنفس الفهم ده الترابي السنة الفاتت في الجريدة السنة الفاتت بنفس الفهم أنكر ليلة القدر، قال ما في حاجة اسمها ليلة قدر. قال لأنه ليلة القدر دي نفس فهم الزول ده، شغله كله شغل بتاع نجر من الراس بس. قال لأنه ليلة القدر هي قال في ربنا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال ليلة القدر دي عبارة عن فترة زمنية في وقت معين، تاني ليلة قدر ما في. طيب يا أخوانا لو مشينا بفهم الترابي يكون رمضان ذاته تاني ما في ولا ما كده؟ ما هو ليلة القدر ربنا نزل في ليلة القدر القرآن مش كده؟ وربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه شنو؟ القرآن. لو مشينا بفهم الترابي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ده يهول فيه ليلة القدر بفهم الترابي، إذن تاني ما في ليلة قدر، إذن ما في شهر رمضان ذاته. ده بفهم الترابي يخليك تاني الصوم الصوم ذاته. وده يا أخوانا كفر وضلال ليس بعده ضلال. طيب مشى الشبهة بتاعت الصوفية، هو لما خشى قال أنا لا صوفي ولا أي حاجة أنا مسلم عادي. قال كذاب، أنت ما مسلم عادي يا زول، وإسلامك ذاته فيه شك. تقول لي أنا مسلم عادي؟ أنت تطعن في قرآن الله تبارك وتعالى، تقول لي مسلم عادي كيف يعني؟ قال هو داري عمل لك شنو؟ جاب الرواية ليه؟ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، الرواية الموضوعة الما عندها أساس من الصحة. ليه جاب الرواية دي؟ عشان يقوم يربط لك بإحياء عيسى للموتى، يقول لك زي ما عيسى بيحيي الموتى كذلك علماء أمتي ممكن يحيوا الموتى. داري يربط لك الموضوع ده مع ده. يا أخي أول حاجة شوف الأنبياء ديل إنت ما بترفع عليهم واحد من البشر. يا إخوانا الأنبياء ديل مقام عالي. شكد ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري قال ولا يحق لأحد أن يقول إن الولي أفضل من النبي. قال ومن قال ذلك فهو كافر يجب أن يستتاب، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. دي حاجة معروفة يا أخوانا، يا تنبدا يا تولي ولا يا تعالم الأحسن من الأنبياء. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ده في صحيح مسلم. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وده من علماء بني إسرائيل. تجد يقول لي علماء أمتي أفضل من أو كأنبياء بني إسرائيل، كأنبياء بني إسرائيل دي ما قال إلا البرعي. شوف إلا البرعي، البرعي جاب الأولياء بتاعنه وخدتاهم مع الأنبياء سوا وداهم المعجزات ذاته. كتاب رياض الجنة ونور الدجنة يقول البرعي في مدح أحمد الطيب ابن البشير، القصيدة اسمها أحمد الطيب ابن البشير، قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه. أدى المعجزة ليمونه لأحمد الطيب ودى البشير نفس كلام الودة. ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلبه. قال بيحيي الموتى أحمد الطيب ابن البشير، والكلام ده باطل. بعدين أنا أسألك سؤال يا ود، أنت والصوفية اللي بيستدلوا بالآية دي
عيسى عليه السلام قال وأخلق من الطين كهيئة الطير، أو قال وأحيي الموتى بإذن الله. أنت دار تبقى لي إن الشيوخ ممكن يحيي الموتى وتقول لي بإذن الله؟ يا أخي الإذن بتاع عيسى عليه السلام الأداه له الله يا هو قاعد في القرآن ولا ما في القرآن؟ يعني الآن الإذن دان إحنا لو ما لقينا في القرآن هل كنا بنقول عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله؟ بنقول كده؟ ما بنقول إلا نلقاه وين؟ في القرآن. عيسى ذاته عليه الصلاة والسلام لو ما الله قال في القرآن إنه يحيي الموتى بإذن الله نحن ما بنقول يحيي الموتى بإذن الله. طيب الإذن بتاع ناسك ديل وينه؟ وينه؟ يا أخي أنت في الدنيا ساي أسي لو جيت دار تعمل لك موضوع وقلت هذا البرنامج بإذن من رئاسة الجمهورية كان ما عندك إذن بيخلوك في الدنيا هنا تقول بإذن ساكت لو ما عندك إذن بيخلوك إذن مكتوب وفيه ختم بتاعت الرئاسة بيخلوك ما بيخلوك تجي تقول لي بإذن الله وينه إذن الله اللي اداك له وينه جيبه إذا جبته زي ما عيسى الإذن بتاعه في القرآن موجود نحن نقول لك كذلك شيوخك ديل يحيي الموتى بإذن الله هتتبجح ساي يا زول تقال إذن الله ده شيء هين تقول لي ده ما برضو بإذن الله ما مع الموضوع ما كده يا أخي طيب وقال الصحابة لهم زمان وعاداته نفس كلام والله نفس كلام الترابي الترابي ضرب الحجاب بتاع المرأة وضرب كثير من الدين بنفس المفهوم ده بيقول لك إنه ديك زمن برا ونحن زمننا براه يا زول الدين ده صالح لأي زمان وأي مكان الدين يصلح لكل زمان ولكل مكان انت قال يعني القرآن ده بس نزل للصحابة وخلاص كده انتهى يعني بس من زمن الصحابة خلاص انتهى طيب ليه الآن ليه موجود موجود ليه في الأمة القرآن الكريم لو انت دار تقول لي انه يعني الشيء ده كان بس خاص بالصحابة براهم وده بفهم الصحابة لا ما كده هذول الصحابة عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا قال في القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق بمثل ما آمنتم به يعني الصحابة بمثل إيمان الصحابة لو آمنوا بمثل ما آمنتم به ربنا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنين ديال الصحابة نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ده كله كلام باطل محاولة لهدم الدين وما في لك طريقة أبتقدر تهدم هذا الإسلام الدين ده يا زول النبي عليه الصلاة والسلام قال ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل عز يعز الله تعالى به أهل طاعته وذل يذل الله تعالى به أهل معصيته الدين ده ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال أمتي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم زي الودة وغيره والتراب وغيره وغيره والبرع وغيره ما بيضر يا زول الدين ده ماشي ماشي ما بيضر نبيح البرع ولا نبيح الترابي ولا نبيح غيره من أئمة الضلال ما يضر الإسلام في شيء أبدا فهمت الإسلام ما بيضر لكن بيضر يوزي المساكين دين معاه بيتين ثلاثة خميم من وين ما تعرف طيب لو في أسئلة أو فرصة نفتح الفرصة للحوار والنقاش والمداخلات والأسئلة لو في أي سؤال أي مداخلة أي حوار الأحزاب لو عندها مداخلات وين الوداك وقبل كان في صوفي أنا كنت شايفه والصوفي بيخش لنا طوالي في المنبر ده بس ما أعرفه ما شوين هو صوفي في شكل كوز وكوز في شكل صوفي والاثنين ما نافعين كان لا في بيجاي قبل تلميذ من تلاميذ الضال المبتدع محمد المنتصر لزيرك من التلاميذ وما عنده أي حاجة هو الرأس بتاعك ما عنده شيء الرأس بتاعك ما عنده حاجة الناس البرع دي الرؤوس محمد المنتصر ما عندهم شيء ولا هناك ناس الحلاج شفته ابن عربي ديل كلهم ما عندهم حاجة ما عندهم أي شيء خليك منك انت طالب آداب برلوم في جامعة السودان حفظوك شبهتين ثلاثة عشان تجي هنا ترقص بها قدام البنات فرصة مفتوحة للحوار والنقاش ونحن شوف منابرنا دي بنتكلم مع الناس بأسلوب طيب جدا لكن الزول اللي بيستحق الزجر ده يهول بنزجره ما بنديك فرصة يا زول تلعب بدين الله تبارك وتعالى جيت هنا محترم سألت سؤال محترم نجاوب لك باحترام ما في أي مانع جيت داير تلف وتدور تعمل فيها صعلوك وشفت وأي حاجة ما عندنا مانع بننزل معاك في مستواك نأدبك ونرجع تاني لمستوانا
طيب الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش والمداخلات. ما في؟ طيب إذا كان ما في فرصة أو ما في مداخل، إحنا منبرنا ده إن شاء الله متواصل كل أربعاء من كل أسبوع، وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السجائر فهمت؟ لو قمت جبت لهم آية يقول لك الآية ما تكلمت عن برينجي ولا نيالة، أنا دي بتلعب بالدين فهمت؟ فحرام ما بجوز باتفاق الأئمة الأربعة، ويقول لك خلي الأئمة الأربعة يتفقوا، لأن أخواننا الناس بتاعنا هواء ما دارين يسمعوا لكلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كله حرام، بنجز دلوكة سجم رماد ما بجوز. يا خليك من ده، أهلنا العرب بيقولوا الرقيص مو فراسة قلة حيوين في ناس، سيده بيغلب لي زول ما بيغلب زول فهمت الحاصل؟ ده كلام فارغ ساكت. يا أخي نفترض إنه الغنى ده حلال، محلوا الجامعات؟ الجامعات دي محلوا يا أخوانا؟ يا أخي المحلات الجامعات دي محلات قراية؟ ده ما محلات دي تاعت هوس. يقول لك نحن في الجامعات دي طبعا مع الأكاديميات بتاعنا دارين نرفه. أها أنتوا اخترعتوا شنو عشان ترفهوا؟ ما اخترعتوا أي حاجة، ترفهوا على شنو؟ كويس؟ ولذلك يا أخوانا ال 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 نحن انتقادنا إنه الغنى ده كله حرام، الغنى ده كله حرام، وهو بريد الزنا كما قال السلف رحمهم الله تعالى فهمت؟ إذا قام المغني يغني فإنما ذلك لتحريك الشهوات فهمت؟ طيب معليش بس ما تتكلم برا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في أدب الحديث الذين يستمعون القول ده أول شيء فيتبعون أحسنه، تاني لو دار فرصة بديك. طيب قال أسلوب الحوار ما عنده جماليات، صح يمكن يكون ما في جماليات، لكن احنا بنقول الحق، والله بنقول الحق. تباري الأحزاب والروابط وسجم الرماد ديل بيضيع عنك، معلش يمكن يكون أسلوبنا داير بونش وكده، لكن ده الحق. يعني بنقول ربنا قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بنقول الحق للناس، بعد الناس على كيفهم، زول دار يقبل الحق كلام الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يقبله، ما دار يقبله اللي يرجى الراجي يوم القيامة. طيب هنا في أسئلة، قال هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال مهم جدا. ما معنى التوسل؟ التوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته كويس؟ والتوسل في القرآن جاء في آيتين، آية في سورة المائدة وآية في سورة الإسراء. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، ده معنى التوسل، يعني أنا بقدم عمل صالح عشان ربنا يقبل دعائي، عرفت؟ ده مقصود التوسل كويس. التوسل نوعين كبار، وأي نوع عنده أفرع. النوعين الكبار توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع ثلاثة أنواع: التوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ودليله قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا عنده أسماء حسنى وصفات على، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا جواد نجحني في الامتحانات، وهكذا يا كريم وفقني وافتح علي من الرزق الى اخر. ده النوع الاول. النوع الثاني التوسل الى الله بالاعمال الصالحه، اديت مسكين 5 جنيه، تقول يا الله اديت المسكين 5 جنيه، يا الله اشفي لي ابوي او امي او الى اخر من الاعمال الصالحه. ده النوع الثاني. النوع الثالث هو التوسل الى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح، يعني تقول لي زول بيصلي معاك في الجامع وكده، تقول له عليك الله أدعو لي الله معاك، ده ما فيه إشكال، ده النوع الجائز. النوع البدعي هو أن تتوسل إلى الله بجاه فلان، تقول يا الله بجاه الرسول ولا بجاه أبويا الشيخ الكباشي ولا غيره، يا الله أقبل لي دعائي، ده بدعة ما بيجوز حرام. وأما التوسل إلى الله بذوات المخلوقين ده شرك بالله سبحانه وتعالى، وده الموجود الآن. يقول لك إذا كنت في هم وغم وكربة فقل يا مرغني آتيك بسرعتي، فهمت؟ تقول يا المرغني، وتقول عين يمين نادي الصالحين، عين شمال نادي الكمال، عين ورا نادي بشرة، عين فوق نادي أهل الزوج، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجد، ده شرك بالله، شرك بالجهات الست فهمت؟ فده شرك بالله يا أخوان فهمت؟
هذا هو السؤال الأول. طيب قال لماذا أنتم واقفون على نقد الصوفية؟ ما أعرف شنو أبواب الدين كثيرة، أنتم وضحوا للناس الدين دون انتقاد. لا، الانتقاد ده من الدين ذاته، كونه نجي نتكلم في ناس ضلوا المسلمين ده من الدين. ربنا قال في سورة الأنعام الآية 50: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الزال اللي بيقول الكلام ده ذاته، بيقول الكلام ده لو انسرق له موبايل بيمشي يفتح بلاغ في المحكمة. فاتح بلاغ ليه؟ ولك ما سرقوا موبايلي ليه يعني؟ لأنه الزول ده مجرم. طيب السرق موبايلك أولى ولا اللي بيسرق عقائد الناس؟ زول يقول لك تمشي للشيخ اللي زرقاب هنا، تنزل كبري الحلفاية اللي زرقاب في بحري، يقول لك الجنة بوقيتين ذهب الولد والبيت بوقية الذهب، تمشي للشيخ تقول يا شيخ دي وقية الذهب اديني جنة. هذا كفر بالله. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ربنا الملك كله عند الله، ما في شيخ عنده حاجة. الشيوخ ده لو عندهم حاجة ربنا تحدهم في سورة الحج أن يخلقوا ذبابا. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قال العلماء والذباب مفرد، مفرد ضبانية واحدة، جيب البرعي والركيني ومين خليه يخلقوا البوضي بتاع الضبانة، اللي زرقاب خليه يعمل العيون، المكاشفي خليه يجي يعمل الجناحين، الركيني خليه يجي يضرب بونش، بيقدروا؟ ربنا قال لن، ولن ده دخل على الفعل المضارع ليفيد الاستمرار، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أعملوا اجتماع في غاعة الصداقة في غيره على أن تخلقوا ضبانايا واحدة، ربنا قال ما بيقدروا. ربنا قال دي ذاتها كثيرة عليهم. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، الضبانة تجي ترك في أكل الشيخ وتسلب وتأخذ من غير إذن. حصل شفتها ضبانة بتبرك للشيخ تقول أوي الشيخ خليني أكل معاك الفتريتة دي، ما بتجي تخطف طوالي وبتفوت. ربنا قال الخطفات الضبانة دي ما بساوي 1% من جرام، من جرام. ربنا قال خلي شيوخك ديل يمرقوه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عشان كده يا أخواننا الزول اللي بيجي لله بعقائد زي دي، عقائد زي دي ده ما عنده أي عمل. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عشان كده أخواننا ده أخطر الجرائم، الشرك بالله ده أخطر من الزنا ومن شرب المرايس والبنجو، دي كلها جرائم لكن ده أخطر منه، أخطر منه. ولذلك أخوان الإنسان يحذر هذه الأمور.